واحد بيقول أرجو الإجابة على هذا السؤال تعليق على قول قداستكم في المحاضرة الماضية بأن الكنيسة لم يكتمل نموها بعد وأنها ستبلغ حد الكمال عند المجيء الثاني لأن كل جيل مؤمن هو عضو فيه. فهل معنى ذلك أن السيد المسيح لم يكتمل نموه هو أيضا؟ لا، السيد المسيح من جهة جسده جسد كامل، لكن من جهة أن الكنيسة هي جسد المسيح لسه في أعضاء هينضموا ليه، في أعضاء هيؤمنوا بالمسيحية وينضموا للكنيسة ويبقوا أعضاء، في أشخاص هيولدوا ويتعمدوا ويبقوا أعضاء. إذن الكنيسة كجسد المسيح لم تكمل بعد، لكن المسيح باعتبار جسده المولود من العذراء طبعا مكتمل. دي غير دي، بس الأخوة دول برضو بيخلطوا بين الثلاثة، وأنا قلت لكم الخلطة بين الأجساد الثلاثة دي يا ريت تفكرون في يوم الأيام ما بقول لكم محاضرون. يخلطون بين الأجساد الثلاثة، عارفين إيه الأجساد الثلاثة؟ جسد المسيح المولود من العذراء ده معنى، جسد المسيح اللي هو الكنيسة ده معنى تالت، جسد المسيح اللي احنا بنتناوله معنى تالت، ولو ان الجسد اللي بنتناوله هو المولود من العذراء، لكن الخلط مع بعض حاجات صعبة. بيقولوا اذا كنا نحن اعضاء في الكنيسة فإننا ايضا اعضاء في المسيح طبعا، والناس اللي هيتولدوا بعدين ويبقوا مؤمنين هيبقوا أعضاء في المسيح. إذن الكنيسة بمعنى جسد المسيح لم تكمل بعد، جسد المسيح بمعنى الكنيسة لم يكمل بعد، لكن جسد المسيح المولود من العذراء جسد كامل. فهل معنى ذلك ان المسيح لم يكتمل نموه؟ لا، جسد المسيح بمعنى الكنيسة لم يكتمل نموه.